بحضور شخصيات بارزة ونخبة من أهل الصحافة والإعلام، افتتحت شركة فينشنتي أند سانز الرائدة في توزيع المشروبات الروحية والمأكولات العالمية بوتيك ذا كاسك أند بارل للمشروبات الروحية في بولفار أنطوان شختورة في سن الفيل. الحفل افتتحه كارلو فينشنتي باسم الشركة، مؤكدا الاستمرار بتقديم المزيد من الأفكار الخلاقة التي من شأنها تفعيل العجلة الاقتصادية في البلاد.